على خاطر مثل المواد هذه العطريه والزيوت هذه المستخرجه من النباتات الغابيه مطلوب برشا في المارشي انترناسيونال. دونك هذا شيء قاعدين نخدموا فيه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، مع زاد كيف كيف وزاره السياحه، مع وزاره الفلاحه. ان شاء الله في الايام القادمه في الاشهر القادمه ان شاء الله نعطيكم معطيات اكثر وين وصلت الشركات الاهليه. واهم حاجه تو ان شاء الله نعملوا نقطه اعلاميه نعطيو فيها مدى نجاح الشركه الاهليه هذه. معدل 25 مليون دينار، معناها الدولة تصرف في 250 مليار باش تدخل 25 مليون دينار لفائدة 25 اسم 25 شركة اللي هم أصلا ما همش من كلكم، ما همش مليون مواطن اللي عايشين. أبارتير من المومون هذا يدخلوا في علاقة مع السكان اللي تراو فيهم انتم، خاصة خاصة المركز التريتوريال. أنا كيفاش الغابة اللي مصدر حرائق وسمح لي نزول ومصدر فقر ومصدر إرهاب ومصدر مشاكل، كيفاش الغابة هذه مصدر فلوس ومصدر تصدير خاصة.